انت ليفتي ات ليتل بيت مور ليتل. هاي ازيكم عاملين ايه؟ هلو اند ويلكم تو ذا فات مور شو. ذا شو اللي ما بنعملش فيه حاجه غير ان احنا بنتكلم عن احساسنا من جوه قلوبنا كل حاجه عندنا. وعندكم الهوست وذ ذا موست فات مور 92 مهند طلع عبد المجيد محمد سالم. لا لا بجد بجد ازيكم عاملين ايه؟ الشو ده ملوش انترو فلحد ما حد يستنضف يعني ولاقي سبسكرايبر نظيف. انا ما قصدتش انتوا مش نضاف يعني. ايه ده التليفون دقيقه احمد فهمي سوري. فكنت بقول فلحد الوقت ده هيبقى دي هي الانترو بتاعتنا. اهلا بيكم في الفاتمو شو. شو بادوم يو كانت تاتش مي وان اي سينج ذس سونج. شو بادوم يو كانت تو مي برو. ايوه هي دي فكرتي عن التيك توك. دي هي الشانل بتاعتي فاتمو 92. ازيكم عاملين ايه؟ 76 سبسكرايبر. الاول على البلد دي. يعني كنت بقول بس لحد دلوقتي على يوتيوب مش بعمل حاجه دافنت. عملت اغنيه راب صغيره هاري بوتر تريلر السنين كم فلوج كده لحد دلوقتي ما اسميش بعمل حاجه معينه يعني. ملاحظين الكاميرا الجديده ها؟ اكيد لو شفتوا الفلوجين اللي فاتوا تعرفوا دي الكاميرا الجديده. يابا يابا ده اسمه ايه ده يابا؟ يابا ده الشاشه كده يابا غريبه قوي. ال اتش دي ده اسمه ال اتش دي يابا. بس يابا ال اتش دي ده يابا يعني ايه ده؟ مش متحكم. بس فهي دي الشانل بتاعتي. ولحد دلوقتي يعني الناس كان عاجبها الفلوج بتاعه ما كانش وحش يعني. الناس عجبتهم بتاع. فانا جايز اكمل فلوجز بس اعملها اسبوعيا. انا قلت الكلام ده في الفلوج لو حد كان شافه. كنت عايز اقول ايه تاني انا نسيت. فاتمو 92 and I approve this message. لا لا باظ. كنت بقول ايه؟ صباح الدوخه ده برضو فلوج تاني. انا قلت لكم هعمل انتدكشن لما اجيب ترايبود وكده. شفتوا الترايبود بتاعي؟ قمة التكنولوجيا يا صاحبي. قمة التكنولوجيا. بس بعرق صباح العرق. فلحد دلوقتي فعلا ما عملتش اي حاجه معينه يعني تعتبر برودكشن بقى اليوتيوب وكده. ما كانش فيه كاميرا. دلوقتي بقى فيه كاميرا. عملت فلوج وعملت بتاع بس ما في. وعملت فيديو كده كنت بجرب فيه الكلونينج برضو اسمه التوأم هندي يموت من الفزع. ولو عايزين تشوفوا الفيديوهات دي انا اما احط لها انوتيشنز هنا كلها 1 2 3 يعني كده مع بعض هنا ها. عايزين تشوفوا الفيديوهات بتاعتي هاري بوتر تريلر سنين الفلوج اللي فات او اي حاجه من الكلام ده هيا اما تدوسوا فوق فيديوز هنا. ايوه فيديوز 289 ذا 30th فيديو ووو انيفرسري. بس يا اما تدوسوا على ده يا اما هيبقى في انوتيشن في حته بقى هنا في الشاشه يعني هتبقوا شفتوها. وانا عمال ببص على نفسي في صباح الفشل. وفي كذا فيديو جايين ان شاء الله. بس اجيب ترايبود بس زيكم شايفين انا شغال. انا بتكلم يعني بجد لو حد دخل على دلوقتي هبقى بتكلم جوه الدولاب. بتكلم جوه الدولاب. فدي مش حاجه كويسه خالص خصوصا لما يكون ابنك عنده 20 سنه في كليه هندسه وكده فتخش عليه تلاقيه قاعد بيتكلم وانا قاعد بتكلم مع يا لهوي الواد راح الواد ضاع. بس فلو عايزين تشوفوا اي فيديوهات ثانيه وانا هكمل بروميس. انا مش جايب الكاميرا عشان انا في الهوا يعني. بريس سبسكرايب هنا فوق اهو. If you like this video عايزين شويه تهيس كمان. Like it, favorite, and I will see you when I see you. في اوترو في اوترو ها؟ اكشن. لا 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 بجد بيس. انت داخله في الفيديو. ازيكم عاملين ايه؟ ترايبود ها ووهو ترايبود. ازيكم؟ هو ده مش ترايبود ولا حاجه. انا مش باين. الناس عارفين ان هو مش ترايبود. وش انترو يا ابني اخوك تعبان خلي عندك دم يا طارق ما تشوف حل في الهبل اللي انت بتعمله. فده يبقى الانترو بتاعنا. ويلكم تو ذا فات مو فلوج. وات دو قول لي ما تقولش ان انت تحطه على اليوتيوب. اخص عليك وعلى اخص عليك. ما تقولش ان انت هتحطه على اليوتيوب.